درجة وسحب تكون عابرة بأغلب المناطق حسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. يقولكم كذلك أن الرياح تكون من القطاع الغربي قوية نسبيا من 30 إلى 50 كيلومتر بالساعة، وقرب السواحل الشمالية وضعيفة في معتدلة من 15 حتى 30 كيلومتر في الساعة ببقية الجهات، والبحر يكون مضطرب فشديد الاضطراب بالشمال ومتموج فقليل الاضطراب ببقية السواحل. وحسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي يقول لكم انه ما فماش امطار خلال نهارنا اليوم لحد 4 في فيفري. ان شاء الله ربي يرزقنا بالغيث النافع. هذه هي ميتيو. بعد شوية نحكيو أكثر ونعمل نطلع على الأنشطة الموجودة في المجتمع المدني، ونحكيو اليوم سبيسيالمون على مسابقة جهوية للحساب الذهني بجرومبيليا. بعد شوية نحكيو أكثر تفاصيل مع مدربة الحساب الذهني ريما بوديلي. الحساب الذهني برشا ناس ولات اليوم تحب تحط صغيرها تنشط في نوادي كيما هكا اللي هو عنده فاعلية كبيرة برشا على مردودهم الذهني والتعليمي الدراسي. سينو توا 8 قد على كبافي موزيكا وراجعين.